في ذلك قسم الذي هد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها بالبلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفي الأرض ذي الأوتاد الذين كفروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهان أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا فلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي.